السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. حلقة جديدة من كلام اليوم في النسخة السابعة من زد رصيدك. الليلة انتهت حلقات اليوم أو ساعات اليوم بالليلة الشمالية، وإبداع أبو حصة وأهل الشمال معه. واسمحوا لي بداية أرحب بالنقاد الدائمين معي، الأستاذ والأديب والأريب والعظيم والمؤلف الكبير الأستاذ حاتم الشهري. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا، افتقدتوني ليلة الأمس بلا شك، وأنا أشكرني على حضوري هذه الليلة. حتى المعد يقول وينك لك 3 أيام ما جيت، قلت له بس ترى ليلة أمس، قال له والله غيابك ليلة كأنها 3 أيام. الله أكبر، أبشر بالخير. وأهلا بالمؤلف العظيم صاحب كتاب أقنعني، متسابق برنامج حياتك ومن يعيش حياته بإبداع وتألق، الأستاذ الكبير منصور القرني. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا منصور. شكرا شكرا على هذا التصفيق المستحق والذي هي مكانه بكل تأكيد. وانا ما غبت البارح، لكن قال لي برضه الاعداد اني كنت غايب 3 أيام، هذا ين حضوري زي غيابي. اهلا وسهلا بالنقاد الدائمين معي، الاستاذ منصور القرني والاستاذ حاتم الشهري، تستاهلون احلى تحيه واحلى تصفيق واحر تحيه مني لكم. الله يرضى عليك. مبدعين صراحه. شكرا. والله يا اخي الله يكفينا شرف. مبدعين انتم، ناس مبدعين. في احد يصفقها؟ الجماهير تصفق لكم. الله. تعال تعال كمين كمين كمين، تعال تعال. ما برسالك اليوم تعال. ما ولا اي سؤال ولا ليش تأخرت، ليش ما جيت امس، ما في مشكله. حنا في نهايه البرنامج يا حبيبي، تعزيز كل واحد. يقول استاذ حاتم كتبك اللي الفتها ما شاء الله استاذ حاتم، انت تبيعها في مكتبه جرير ولا كيف تبيع كتبك استاذ حاتم؟ اولا ايوه روح اسالهم. لا انت خلاص تتعب انت تألف كتابك ما شاء الله عليك صراحه، انت مجتهد. انا خلال 90 يوم الماضيه كنت عايش معك، اشوفك كل يوم في الليل تكتب وكذا. والله بلا شك انا كنت اتعب ترى. الله تعرف ترى ما هو سهل. يا الله كيف تحسب انت ان صدق منصور ماك، يوم كنا بعد البث نسولف ونتقهوه هو كان يكتب. يا سلام. حتى انت كنت تكتب تألف، كنت تسولف مع الجدران حقت القريه وتقدم دورات كذا. كنت اكتب على الجدران بالفحم. لا اله الا الله. احنا هو شوف يا جماعه، احنا نتعب 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 نتعب، وش تحسب انت وصلنا هنا تدري ان علي الغامدي انا جاي مشي الى طريق الابداع. تدري ان علي الغامدي بعد الهوى انه يسوي بروفات، هو كتومه شغال يا ابن الحلال. ايش ترى ما فيه مساعدات، ما في سيكل، ما في سياره الى طريق الابداع، الناس يمشون باللفت، انا بالدرج. عجيب. وش بك انت؟ تدري عاد اني انا احيانا اشوف منصور في القريه الحاله كذا في الليل يمشي في ممرات القريه يدرب حنجرته، ترى يتعب منصور. تدري منصور اذا طلع الحين من البرنامج انه في المهرجانات ياخذ مبالغ عاليه؟ تدري؟ لا يا شفت هذه هي اللي جابت يا اخي اللحن المبدع حقه. ايش بك انت؟ والله هذه الحين هو الان هذا سب منصور، انت لما تطلع عادي ينادونك مهرجانات؟ صعب. بس كيف انا كان عندي منسق. ايوه انا اكتشفت عنده منسق منسق. نعم منسق داخل المملكه ومنسق خارج. ليش كذا نهايه البرنامج؟ خلنا نطلع نرجع للفكره الجد جد. ليش دائما نهايه البرنامج المتسابقين كلهم يصيرون مقدمين، كلهم ياخذون دور بعض كذا، كل واحد يقول يا اخي انت صراحه، انت الحين لو جينا بعد البرنامج يعني ناظره، لو جينا بعد البرنامج بننسق معاك عادي، نكلمك مباشره، انا بحط بالبايو حقي في تويتر رقم منسق ويصير يدقون علي وارتب لقاءات وكذا. شوف كيف فيها ما شاء الله طموحات متكرره، يعني في طموح مثلا يكون مقدم برامج ذات طابع اجتماعي، وفيه مقدم لبرامج اجتماعيه. هو شوف انا ما عندي، هذا اختلفت المسميات في الوظائف. انا ما عندي مشكله اني داخل برنامج هذا هدفي، عندي مشكله اخر 3 أيام كل الرياليتي يصير كذا. استاذ حاتم والله تتعب، يعني كتاب يكلفك، ديوان حقك يكلف، شعر كذا تكتبه كم تتوقع ينباع منه؟ كم تتوقع ينباع؟ والله تتوقع الجمهور بداية بيشتري؟ يعني خلاص قل يا جمهور بداية يشتروا الكتاب. لا شيخ الكتاب كويس، يا معلنين يا حقين مهرجانات روحوا لفلان ترى صوتك، قولوا كذا على طول. لا شيخ خليني بقول لك، يعني شوف هذا انا اعزوه الى نقص الخبرة الاعلامية. وانا انتظر يعني ايام بعض الشباب انهم يجون معنا عشان اقول لهم انهم اخطاوا كثيرا في بعض اللقطات وفي بعض ابداء في بعض الاراء ابداءها، ليس هذه من باب الصراحه ولا من باب قول الحق، ولانه ليس كل حق يقال، هذا اذا افترضنا انه حق. يعني كثير من الشباب جابوا العيد في فترات متقاربه،
في مواضيع كان من الأفضل وكان من الأنسب أنك تكني ولا تصرح، لكن أقول كعزوها إلى نقص الخبرة الإعلامية وإلى عدم يعني معرفة بكيف تؤكل الكتف. نعم سوق لنفسك، سوق لخويك، ولكن بشكل مهذب، بشكل ليس فيه مبالغة وليس فيه مباشرة، يعني شيء سلس كما تجري البورصة بسلاسة كذا. نعم شيء ببساطة يعني، يعني ترى مقيتها هذه، عرفت مقيتها، يعني من المفترض الآن أنك أنت الآن خلاص ترى باقي لك 15 يوم وتصير يعني في 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 هذا المجال. يعني الآن هو فترة التدريب، فترة الـ فترة الـ يعني الـ اللي قبل المحك الحقيقي. ما عاد ترى في أحد نقاد هناك زي كلام اليوم، ولا لن تحمل فشلك على كلام اليوم هناك، ما في شماعتك، أنت ستحمل فشلك، ستحمل نجاحك، ستقود أنت القاطرة لوحدك. الآن فيه ربما بعض المساعدات، لكن هناك أنت الربان، ربان السفينة. أحسنت. وكذلك يبدو أن ضيق الوقت الحين، الشباب صار في نهاية البرنامج فيبون يلحقون. قبل كان كل واحد عنده فقرة، اللي عنده اللي مقدم فقرة، اللي كذا اللي كذا. الحين الفقرات بدأت تتزاحم مع البروفات، صار في تصريح زايد، يعني ما أشوف منه فائدة كثير. الفائدة أنك إذا أنت ترى أنك مقدم مثلا برامج اجتماعية، كان عندك البرنامج كله أكيد أنك قدمت فيه أو كذا، واحد وجد في صوته أنه يبغى يتدرب أو كذا، يعني كان عندك فترة البرنامج كلها. كثير من الشباب اللي دخلوا متسابقين كنا نسمعهم يقولون أنا جاي أتعلم، أنا أبغى أستفيد، أنا أبغى أتعلم، لكن ما هو بالصراحة دي مو ربما تكون فجة قليلا. بالضبط هذه الفكرة. على حال هذه لمسة بسيطة، أهلا بالغوازي، هذه لمسة بسيطة من لمسة البرنامج، لكن الفكرة العامة في مجموعة كبيرة المتسابقين قدموا نفسهم بذكاء دون أن يقول أنا كذا، ودون أن يقول منصور اسألني أنا وش أنا وأنا بجاوب كذا، دون أن يقول لأحد اسألني جاءت كذا دعها سمو. يعني شفتوا تدشين مثلا، تدشين أبو حور قبل كم يوم، حلو، وعندي تجربة أنا منعت النقاد يتكلمون عن تدشين أبو حور ولا يباركون له أمس وقبل أمس واللي قبله واليوم، حلو، ومع ذلك أبو حور لا تحلطم ولا صاح ولا تباكى ولا قال تهميش همشتوني ولا قال نسيت إبداعاتي، حتى في تدشينه كانت الجلسة عادية مثل تدشين جابر، جميل رائع بسيط. بالضبط تدشين جابر، تدشين أبو حور، تدشين أبو حور الأخير كان جلسة عادية، حتى الشباب يتكلمون في مواضيع ثانية، ثم فجأة طلع صوت قال واحد دخل قرية، لا الله صوت أبو حور، يا مرحبا، وشال أبو حور وشيله بكل سلاسة وإبداع وبساطة، ولين ولا هوشات قبل ولا هوشات بعد. ولما تدشن العمل اتفقنا أن ما نتكلم عنه، نشوف ردة فعله. أول يوم أبو حور ما تكلم، ثاني يوم ما قال شيء، ثالث يوم ما قال شيء، ولا ويقابلنا كل يوم بعد الهواء ويسولف معنا، أمور طيبة الرجل. فدليل أن النجم نجم في ذاته، مو مستاهل، مو مستحق، ما ينتظر كلام أحد، مع أن شيرته من أعلى وصلت 250,000 أتوقع، وعلى قاب على بوابة النصف مليون في 3 أيام. النجم نجم لا ينتظر كلام الناس، كلام الناس يزيده لكن ما ينقصه، يرفعه لكن ما ينزله، يشرح صدره لكن ما يضيقه، يبقى نجم حافظ. نعم هو شوف، في بعض الشباب عنده بعض التناقضات وبعض الأشياء التي تظهر، ليس نقول في فلتات لسانه بل بصريح قوله، لكن ولذلك نحن مثل هذه الممارسات اللي يمارسها بحور هي اللي تضفي عليه جمال وتضفي عليه النجومية التي هو يستحقها، ونحن نقولها بسبب ما نراه يا أخي على البث وتحت البث من تعامل النجم وتعامل الإعلامي الصحيح الصريح. بعض الشباب يعني يصرحون بعض الآراء، وأنا أتمنى أن يكونوا على مسؤولية تامة بهذه التصريحات، لأنها ليست من القوة وليست من الشهامة أنك تقولها هكذا، يعني لأنك أنت في الأخير أنت متسابق، ها، ولست في محل نقد ولست في يعني محل قوة. أبو حور فيه على طاري الموضوع اللي قبل شوي، إنه الشباب بدأوا يصرحون تصريح، تحس تصريح غير مسؤولة، اللي يبغى يكون مؤلف كتب وطيار في نفس الوقت. يعني الآن كان البرنامج ده أكاديمية الطيران، عندنا يصير أكثر من طيار، الموضوع كان نحن فيه قاعدين نتكلم عن أحلام ناس باقي في مرحلة النشأ، يعني جد والله إنه أبغى أكون. طيب خلاص، حتى بتكون مؤلف يا أخي، لم يعرف عنك هذا، ولم تقل أيضا من خططي أن تكون مؤلف، يعني ركبت موجة الشيلات وسمحنا لكم، لكن أن تركبوا موجة التأليف لا.
وبيركبون الطيارة. ايش شو اسمه الفكرة اللي كنت برجع لكم فيها اللي هي اللي فكرة ابو حور. ابو حور لم نتكلم عنه ولم ينقم ولم ينتقد ولم يغضب ولم يتغير، بقي النجم الذي يعرفه هو ابو حور. يا اخي لان شوف، وعشان كذا احنا نقول والله ليش هو نجم، ليش هو مشروع ناجح، لانه يا اخي مثل هذه الصفات اللي سواء كانت بالاكتساب او بالسليقه هي تجعل من نفسه نجما وهاج. البقيه نعم اذا كان لي حق واطالب فيه ما عندي مشكله، لكن انك تجي وتدخل علينا وهمشتوني ما همشتوني وكل النقاط اللي ذكرها ذكرناها حنا في وقتها وفي حينها. إذا كانت لديك أنت ذاكرة صغيرة ما تذكر الأحداث، يا أخي هذه مشكلتك ليست مشكلتي. لكن صراحة أنا قلتها سابقا وأقولها، أن أبو حور يتفرد عن البقية وهو يعني الشباب فيهم خير والبركة وفيه نماذج مشرقة ورائعة، وأنا أدري أن أبو حور يزعل على هذا المدح، ولكن السابقة تطلع بيدها وأبو حور أخذها بمناه، وحنا فقط قلنا الواقع والحقيقة. صحيح. هو لأنه يقول في الواقع فرض نفسه علينا في الحلقة. اللي بيفرض نفسه في الواقع مقاطع اليوتيوب تشهد، ما يحتاج يا جمهور فلان تجي تقول إن أنا عندي عصبية قبلية قاعد أمدح أبو حور، ما يحتاج إنك تقول كثرته لأبو حور، ما يحتاج، هذه كلها يعني نشوفها أي أبد، يعني اليوتيوب يشهد، مقاطع تشهد، المتسابقين أنفسهم يشهدون. طيب أحد يفهمني وش يقصدون ذولا؟ احنا قد طالبنا ب60,000 مرة انه يكون في ترجمة لكلامنا لبعض الناس اللي ما يفهمون. يتكلمون عن ابو فجر، يتكلمون عن غازي الذيابي، باختصار يقصدون الذيابي لما كان في فقرة محمد فلاح. ابدا. يقصدون عبد القادر بن جخير. أيوة. طب هذاكم عديتوا مجموعة من المتسابقين. لا احنا ما نقصد احد بعينه، نقصد الظاهرة اللي تظهر في نهاية برامج الواقع دائما، وكانت ظاهرة في الاسابيع الماضية. كان كل يوم واحد يجلس مع واحد يقول له انا وش انت وانت وش انا وكذا واحنا مين واحنا مين احنا عايزين. ايوه وضع من كذا في الاسئله ما ودي والله ندخل فيها هاني. طيب الشاهد انه اهلا بالغوازي، ما جبهم كلهم، ما يحتاج الغوازي تسلم عليهم من بعيد. الهاشتاج متفاعل، في ناس كثير تسال من المقصد، ليس التفضيح والتشهير، لو كان في خطا بنقول فلان اخطا. احنا نتكلم عن عن عن, عن فكره عامه في البرنامج. هاني واللي معاه تكون على المتسابقين، خايفين انه خايفين المتسابقين ياخذون اماكنهم. طيب خايفين المتسابقين ياخذون اماكنهم، هذا منصوب. يوم من الايام ترى بيجي متسابق مكاني. انا اعترف من الان، ترى يوم من الايام يا جمهورنا الحبيب في واحد بيجي مكاني. تصرح؟ نعم اصرح بهذا. متاكد؟ اؤكد هذا. كلام اخير؟ ها؟ يمكن انا في نصف في نهايات البرنامج، في نصف البرنامج قلت لك انت محمود في جلسه، صح؟ تذكر في الضيافة؟ أذكر بعد الجمعة أو قبل الجمعة. نعم كنت أتمنى أن يكون معك البرنامج، وأنا كنت أتمنى ذلك أيضا، فحقق الله لنا الأمانة. كنا نتكلم عن من اللي يصلحون نقاد في كلام اليوم، فقلت أنا محمود منصور شخصية ناقدين في كلام اليوم، وهذه الحمد لله صار معنا في كلام اليوم. بالعكس احنا نتشرف أن يكون كل نسخة منها مقدمين وزملاء يساعدوننا ويأخذون مكاننا، وبالنهاية لو دامت لغيرك ما وصلت لك. نعم. خلونا نتكلم عن الإبداع والجمال والروعة والأناقة والحضور اللي حضرت فيه الليلة الشمالية الآن. قبل قليل تكلموا عن الشمال بأطيافه، كانت ليلة حائلية بالأخص، عشان ما نقول ليلة شمالية بشكل عام، لأنه عادة الشمال تختلف تماما. الليلة الحائلية هي وحائل جزء كبير، جزء لا يتجزأ من الشمال، قدموا هالتراث وهالفلكلور وهالشعرا ونثرا وقصصا وموروثا وإنشادا وأكلا وشربا وحديثا عن مآثر الشمال، عن مآثر حائل كاملة. نعم بلا شك أبدع بدر الشمري، ويشكر على هذه الليلة الرائعة جدا. أبدع في اللوكيشنات، أبدع في الضيوف، كان هناك شعر، كان هناك تاريخ، كان هناك راليات، كان هناك نجوم واقع، كان هناك نجوم شعراء مثل حامد الضبعان، يعني ناس قديمة جدا في هذا المجال، صقارين الخيل، يعني ما شاء الله تبارك الله، كان موجود منيف ويعني نجوم برامج واقع. فمن أين تأتي الإعلام تجد الليلة الشمالية اليوم غطتها ما شاء الله تبارك.
بلا شك اليوم بدر ابو حصه كان مبدع في الالتقاطات، كان مبدع في الجمع ما بين هذه يعني التراث العريق، وكيف انه اظهر لنا بشكل جميل رائع مثل هذه الليله. انا اعتقد انها ليله مثاليه، اتمنى انه القادم يكون بمثل يعني جمال هذه الليله. يعني فواز زميع زميلنا مقدم المشراق وهو مهتم بالموروث الشعبي، نعم. بطل الرالي منيف السليماني السلماني، شاعر منيف الخمشي زميلنا في صدر صدق ستة، يا سلام. المنشد حامد الضبعان علم في رأسه نار، الشاعر فهد البقعاوي الشاعر المعروف معروف اللي ما يحتاج نعرفه كلنا، المنشد عمر العيسى صوت جميل وندي من الشمال، الشاعر بدر الضبعان معروف رائع جدا، أنا أذكره بعد زارنا في التكية وزرنا احنا في والصقر عبد الرحمن الشمري. كل هؤلاء قدموا بالإضافة لأبو حصة جمال وروعة. أبو حصة دار الحلقة إدارة جميلة جدا يشكر عليها أبو حصة، ونتمنى يكون معنا هنا في الحلقة اليوم أبو حصة سلطان السهلي، هم ضيوفنا في الحلقة في النصف الأخير من الحلقة، ونتمنى نقرأ أسئلتكم وتوجيهاتكم لأبو حصة والسلطان السهلي، وراح ناخذ معهم النقاش. جزء من هذا النقاش حيكون عن هذه الليلة الجميلة الرائعة الرائدة. أبغى أسأل الجمهور سؤال وأبغى إجابته في الهاشتاج في أثناء نقاشنا، لأن يحضرون سلطان السهلي وبدر الشمري أبو حصة ضيوفا عندنا في كلام اليوم هنا في بيت الحكمة، وأتمنى إذا كانوا يسمعوني يتوجهون الآن، ولا معدنا يتوجهون الآن في ممتاز الآن جميل. بسأل الجمهور سؤال، في الأسابيع الأخيرة هذه من المتسابق اللي ترون أنه قدم نفسه بطريقة مختلفة؟ حنا غششناكم أمس بغازي الذيابي، قلنا غازي الذيابي في بداية البرنامج له شخصية، وفي نصف البرنامج جاءت شخصية مختلفة تماما. أبغاكم تتذكرون كده، تعصرون ذاكرتكم وتشوفون متسابق كان له شخصية في بداية البرنامج والآن له شخصية مختلفة، أو تطورت شخصيته أو زانت أو ساءت. اذكروا لي المتسابق واذكروا لي الشخصيتين، وبقرأ في الهاشتاج مشاركاتكم. منصور بسألك السؤال ذا، من الشخصية اللي تعتقد أنها تغيرت في البرنامج تغيرا سلبيا أو إيجابيا؟ سلطان السهلي بما أنه ضيفنا اليوم. أيوة. وودي لو كان موجود ونتكلم عن هذا، لكن أيضا مع سلطان السهلي شخصية تغيرت في نظري رغم أنه هو ما يرى ذلك، بنجي خير. بنجي خير دخل البرنامج كمية رزانة وثقل، ولما نص برنامج ما أقول أنه خف عقله، لكن أصبح الآدمي يصنع الرياليتي، يصنع العفوية آخر يعني اللي سواه بالشيء اللي حقته ما حد سواه قبل، هذا قمة الرياليتي اللي وصل له بنجي خير، فهذا أحد الأشخاص اللي يتغير بالنسبة لي. ممكن تقول تعود تأقلم على الجو؟ والله انا صرفت له مره فقال لا ابدا انا من اول كذا وما ادري، فقلت اعتبرها وجهه نظر، لكن ممكن ادخل في الشباب اكثر، ممكن وجد مساحه اكبر، صار فيه يعني انقسامات، وجد نفسه بنجي خير مثلا مع مجموعه بشكل يعني اوضح ربما. جميل. حاتم من رايك؟ انا اشوف محمد المطيري. اها، كيف كان وكيف صار؟ محمد المطيري كان شخص مسالم، وفجأة صار يعني خرج من سلمه إلى منطقة ممكن نقول أكثر عدوانية، وأتمنى ليلة محمد المطيري أن يكون متواجد فيها بإذن الله. لدينا كثير من الملفات اللي نناقشها أنا وأبو فجر. جميل. طيب ناصر بعد قال مين المتسابق اللي تشوف أنه ما أخذ فرصته في البرنامج؟ ما أخذ فرصته في البرنامج. في ناس تقول عبد القادر الشهراني ما أخذ فرصته في البرنامج، والله كثير عبد القادر، فيصل بن شافي اسم من الأسماء، توافقون أو تختلفون؟ أيضا أنا أشوف أن سعيد القحطاني، سعيد القحطاني ما أخذ فرصته. أنا أشوف أنه لو جلس سعيد القحطاني يعني هو الآن سعيد القحطاني أيضا يشكل علامة فارقة صراحة في الريالتي، يعني فعلا سعيد أنا والله معجب بأدائه كثيرا، يعني كنت أتمنى أنه يكون في المنافسة صراحة. في ناس تستعد أسماء تقول أبو فجر فيصل طلال الحلافي بلال، دول اللي يحضروني ما أخذوا حقهم في البرامج. وعبد القادر ذكرته بقوة لم يأخذ حقه، لم يأخذ. عبد القادر برز كنجم سوشيال ميديا، كيوتيوب، ربما مقالب سكيت، هذا الجو رائع، لكن يعني الرياليتي ما يناسبه كثير،
ومع ذلك اثبت وجوده بتعامله. احنا كنا كثير نثني على تعامله رغم انه في البدايه كنا نتكلم عن نجوميته. طيب علي عبد المعطي كان هادي في بدايه البرنامج والان اتضحت شخصيته الجميله. والله هذاك مزعج من اول يوم. هذا راي الناس. عبد القادر تغير تغير ايجابي. كريمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ورحمته. لا يا اخوان لا كذا ايوه قرب لا ممتاز قريب يد العيشة طويله طال عمرك. تبي قرب قربنا. والله انا اقدر امد يدي واجيب. سلام سلام سلام. الجمهور يمكن ما يصدقون ان يدي توصل المنطقه دي. سلام. ترى عندي ابداع عندي حركات خفت يد. هلا سلطان هلا يا الحي. هلا والله مرة هلا الله يحييك. هلا والله ربط ربط بالاربيز. تعال خليك. هلا والله بلال زمان انت واحد يقعد عند واحد يقعد عند. هلا مرحبا. هلا ابو ابو خليك بعد هناك. بسم الله. لا تصير لا تراكيه راح هناك عشان تاخذ كبير. اروح حالي يعني. ايه خليك. والله حاتم تبغى اسوي لكم نفس الحركه؟ وين؟ اجيب لكم واحده؟ لا 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 شوف اسمع من هنا من الصحن. انا زين قريب مني ابو حصه ابيه. انا ابو حصه. خلي لك طال عمرك. اجي عليك تسلم. طيب ابو حصه الله يرضى عليك والله لانك حلفت ما ودي انك حلفت والله. تفضل. الثالث يكون في الناحيه الثانيه. راح هناك. راح راح راح. شو اسمه ابو حصه اول شيء يعطيك العافيه على الليله الشماليه. الله الليله الحائليه بالاخص. ابدعت وتالقت. الله يطول بعمرك. انا اشكر العيال اللي جو من حايل عشان هالليله هذه على راسهم اخوي ابو نمر طلال واخوي ابو عدي اللي سلم عليه يقول الوالده مسلم وصلك سلام منهم. ايهم اي واحد اللي تقول لي هذا ما شاء الله مجموعه اللي هم مجموعه وصلوا لك. تبي اللي لابس ثوب شتوي اللي قال لي هذا ولد خالي عارفه الغدير. ونعم مالك زود ما شاء الله مالك زود. يقول الوالده وصلتك سلام خف على المتسابقين. والله اخف من كذا ما حد. يعني هذه انت مخفف الحين. انت مخفف. هذا بطل الرالي. ايش بطل الرالي؟ انا قايل له قلت جهز الموتر على الباب. في اي لحظه انا لا ما اقصر من ابو كاتب. انا قلت جهز الموتر على الباب. بس على الاشاره. على الاشاره اتركها. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يرفع قدرك. جميل وتالق رائع. الله يرفع قدرك. اذا جهزت المقاطع بالغنى. يعطيك العافيه سلطان. الله يعافيك طال عمرك. يا مرحبا. هلا بك. كيف حالك؟ سلم روحك. انت من الشخصيات اللي تغيرت في البرنامج تغيرات جذريه. نعم. انا كل اسبوع لي شخصيه، كل اسبوع لي شكل، كل اسبوع لي منطوق سوالف. عاد انا لازم اني اكون شخص متعدد الادوار عشان اوصل للي انا ابغاه. جميل يعني تقريبا. بلال يا مرحبا. الله هلا بك. الله يسلمك ويطول بعمرك. ظهر احنا نحضر. انت قلت قصيده وقلت شيء صح؟ اي نعم. هي اشوف في ناس في الهاشتاج تقول عطوه بشت. والله يا اول والله شيء سهل البشت. لا تطالع فيه والله ما تشل. والله يا استاذ الاكبر من هديه. الاكبر من هديه عندي وانا كشخص ان ابو حصه يكون مبسوط وراضي هاليوم واهل الشمال اللي حضروا يكونوا راضيين وانا مقصر لو مقدمت القصيده. طيب. ما تو فيها ابو حصه هذا بناخذ تقريرك. هذا جن ولا وش؟ على بركه الله. نعم يا اخوي شفت منصور يوم يقول يروح من يستنطق من الجن يا رجل. في شيء نعم. اهلا وسهلا ومرحبا يا اخي. ايش فيه؟ الله يستر لنا. وادي عقر ذا بالقريه يا حبيبي. تعال اطلع اطلع عادي. اظهر وبان عليك الامان. ما ظهر. نشوف مقطع ابو حصه ونرجع نناقش ابو حصه وسلطان السهلي عن تاريخهم في البرنامج. السلام عليك. معك بدر الشمري طال عمره. من الأهداف اللي داخل البرنامج راح أتكلم عن مواقف كثيرة نتعلم منها جميعا وراح أساهم في رسم الضحكة والابتسامة على وجيه الناس هذه كلها بإذن الله. حاب أقدم نفسي من خلال شاشة بداية كراوية أو حكواتي على قولتهم قد ما أقدر. هلا مرحبا. هلا وشلونك؟ هلا بدر الشمري موجودة في القناة. لقد حانت ساعة التتويج لهذا اليوم. أو خمسة وستين ألف صوت راحت البدر الشمري. أول شيء أنتم مبروك رجعتوا قرية. وأعلى تصويت من لجنة التحكيم ومن الجمهور بدر الشمري. نجم الأوسكار لهذا الأسبوع هو بدر الشمري أبو حصة. أنت 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 مبروك أول شيء. والله
جمعنا المال الله بس المال ما فات اسمع ما ابي هالسالفه يعني. تعال بالله هنا وسولف حالي بالله تعال هنا لا تنشف تنشف من هنا يا اخوي اصرى بس تدرون نقل كلام بين الناس انه فرق العوائل فرق الزوج عن زوجته فرق الاخوات فرق الاصدقاء فرق وفرق شتت اسر شتت عوائل تنقلون الكلام يمين والله ان المشهد هذا بس اني بجسد اجسد حال الفقير او اليتيم بما اني سفير هالوقف هذا انا جسدت حال الفقير والسفير لان كثير يتكلموا عن الام لان الوقف هذا ما يخدم الام بس يخدم الفقراء والمساكين واليتامى يقول دايم عزيزه يا بلد وحنا هنا درع وسند من طاول الشامخ يطيح وما من عدو الا ارتعد حياكم الله من جديد تريكم بشران يا ولد على الطبيعة بعد مرة كنا يمكن لكم حليلين على الطبيعة لكنكم ما شاء الله مثل لكم يشروا كل شيء كل شيء حياك الله أبو حصة الله يحييكم أبو حصة كم تعطي أو كم تقيم تجربتك في البرنامج أنا ما قيم نفسي أبد أنا خلي التقييم للجمهور أنا قيمت نفسي طبعا بعطي روحي فوق العشرة يا سلام أي والله كنت بمدحك والله أمدح أنا لا ما ماشي فوق العشرة من مية لا هذا تقييمه هو لكن أنا أتكلم عن تقييم أنا كنت بقول هذا جسمه جواب الإعلامي الجميل صحيح جواب الإعلامي يقول أنا ما قيم نفسي والله أنا ما قيم نفسي يقول أنا بعطي عشرة لا يقول أنا لو قيم نفسي الإنسان يحب نفسه بالنهاية أكيد فبيعطي نفسه درجة عالية سلطان إيش رأيك لبيه كيف تقيم تجربتك في البرنامج والله شوف تجربتي في البرنامج اللهم لك الحمد أنا راضي تمام الرضا عن كل ما قدمته وعن كل شيء حاولت أن أنا أبدع فيه وسويته بمعنى داخل على أساس أني شيء وفي برنامج نفسه اكتشفت أشياء كثير فيني وما قصرت فيها وحاولت قد ما أقدر أني أبدع أبدعنا في التمثيل في التقديم في كل شيء يعني سويت الحمد لله قدمت أنا راضي عنه أهم شيء الجمهور يكون راضي ولا الحمد لله الأمور طيبة مع الذيب لبروينا صوتي راح من هالليلة يا بعد والله تستاهل قسم أبشر طال عمرك بس زيت الزيتون ليدهن حلقك تكفى فيه من قدام طيب أبو حصة البرنامج خليني أسألك عن تجربة البرنامج من جانب ثاني شلون تجربة جديدة لا مية جديدة جربت أنا برنامج صباح حياتك صباح حياتك تجي ثلاث ساعات طبعا يعني كبرنامج يعني مو هو رياليتي قل اللي قلته تحت الهواء قل وش تحت الهواء قل اللي قلته قبل شوي لازم تظهر الحقيقة لا لا هو تحت الهواء طبعا تحت الهواء لا هو شوف هو يعني أكيد لا هو بلا شك أنا سألته قبل شوي سألته قبل شوي قلت كيف تقيم تجربتك في البرنامج ولو عاد بك الزمن هل ستشارك ولا لا وقال نعم لكن يقول ما توقعت يعني بعض الصعوبات اللي تواجهني صحيح. انها بتكون بهذا الكبر يعني طيب بدر خلينا نكون انت صريح انت كل يوم قال لك قوم العب معنا قال والله ماني فاضي اقام استل اليوم صح صح طبعا وسلكنا في فطور الناضج اكثر من مره ممتاز انا ابغى صراحتك لان بدر كثير من الناس لا وش فطور الناضج انا من كثره ما تدري لا انت ما تشوف المشكله انك ما تشوف الا فطور الناضج انت ما تشوف الا الناس اللي تطلع بعد صلاه العشاء هذا المشكله انت تشوفها اجلد لكن الناس اللي تطلع بدري وتشيل البث لو ينامون اللي شال والبث هذول ما في الا الدبان بقريه والله الواقعيين والله خاف الله سبحانه وتعالى حلو 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 انا ما واقعي دقيقه لا اسمع اسمع دي واقع ديني لا دقيقه لا خلنا نتكلم لا لا هو كان يوجه الكلام لا احنا نشوف الصبح ونشوف الظهر ونشوف ونقول لا ما تكلمتوا لا انا كسمع والله ما حسيتوا والله العظيم والله ما قد ذكر اسمي انا ومحمد بطير او ايا كان اقسم بالله العظيم ان ذكرناكم مره جبنا اسميكم ولكن الاجحاف اللي تقولونه حلو احنا لا يمكن نقابلكم بنفس ما تتكلمون لانه ايش لان اسمع بمعنى يعني بمعنى ما لا يمكن اقول ان نفس ما قلتوه انتم لان احنا الاشياء اللي قدمتوها ذكرناها والحلقات شاهده على ذلك اذا انتم ما شفتوها ولا كنتوا في البدايه تقولون كلام اليوم والحين صار والله كلام اليوم ما يعنينا طيب وكلام اليوم وجوده مثل عدمه الآن هل معلش حياكم الله بحصة سلطان الله يحييك هل فعلا تشوفون أن كلام اليوم كان مخفق في التعاطي معكم اثنين ولم يذكركم بخير جداً. إلا مرة واحدة جدا خاصة أنا معناته أنا أقول معناته زي لا زي أنك ما تقول لحاتم أنه ما يتابع الظهر أنتم ما تتابعون الليل بعد أنا أتكلم عن نفسي طال عمرك أنا والله أني ما أطلع الظهر ولا أني أطلع العصر علشان أنكم تمدحون وتذكرون سامينا لا بالعكس إحنا ورانا جمهور صح
لأني أنا أدي اللي علي أنا حتى لو أني أجهد نفسي. أنا والله آخر مرة شبعت نوم قبل 3 شهور. طيب يا بدر على فكرة والله قبل 3 شهور. طيب هذا سؤالي لك بدر. يا بدر بدر على فكرة سلطان ما ذكرنا الإمارات. الجمهور الجمهور أول مرة في الهاشتاج أشوفهم يثنون على على مونتاج سلطان. هذا هذا أول مرة الجمهور يثنون على مونتاج متسابق زي ما يثنون على مونتاج. الحمد لله. شو اسمه؟ ففي ناس تقول يمدحون المونتاج مدح كبير. طيب سؤالي لك أبو حصة، الآن في ناس تبغى تشارك في جدر رصيدة كل حياتك ومتحمسين للتجربة ويشوفون الجانب الإيجابي من هالتجربة، عطنا الجانب اللي ما يشوفون الناس. قل للبني آدم اللي بيشارك تراك بتواجه 1 2 3 تفضل. لا أنا لو بتكلم عن اللي بواجه ما حد شارك. لا بيشاركون أكيد الناس. لا لا يا أبو حصة توقع النجومية هذه والمجد والحضور والجمال هذا ما له ضريبة؟ أكيد له ضريبة. اشرح للناس بشكل مبسط بصفتك إنسان عاش التجربة عن قرب وعن قرب. أنا يمكن أني بالغ بعض الكلام بس بعد وشوف النوم هذا تشطب عليه. نوم ما في نوم. إذا أنت رجال والله تبي تعيش الرياليتي، تبي تبدأ من بداية ألبث إلى ما أنت ألبث، ما نمت زي الناس صح. أصلا ما تزين السوالف إلا بعد ما ينتهي ألبث. إذا أنت ألبث وشلت هل سيود هذا حيوة. ضبط جوك وتكلمت زي الناس، ما ننام والله يا أبو شوق إلا الصبح صحيح. هذه المشكلة. مشكلة ترى النوم المشكلة. اثنين مبادرات، فقرات، لازم تكون حاضر، ضغط. يعني تكون عليك مسؤولية وضغط. هنا لازم تتحمل كلام اليوم، ولازم تتحمل كلام اليوم لأن في إجحاف بعض المتسابقين. نعم. هنا المشكلة أيضا ضغط من الجمهور وضغط من الجمهور. نعم. صحيح. لك تقرب الهاشتاج فتنضغ جدا. طيب 4 المشكلة ما قدر يرد عليها يقول مالك عطنا وجه في الله. والله من بداية البرنامج هو يطري الهاشتاجات. الله يغيرك لا أقدر ترد عليه. لا شو أقول لك؟ 4 أقول لك لا. الواحد تبي تقول لا يا مينتي كلام اليوم نقول لا لا لا. 4 شيء بدر. الواحد لما ما ينام زين الفيتامينات بجسمه تنقص، الكسل يزيد. وفي ناس ما شاء الله مثلك أنت سلطان وذكرناكم كثير حاضرين، وجابر وطلال دائما نذكرهم، محمد المطيري. تحضرون هذه ليست المرة الأولى، وممكن ترجع كلام اليوم تلقى كلامنا عنكم إيه. بس لأن زي ما حنا على قولتك ما نتابع النهار، أنتم ما تتابعوا الليل وما تشوفون نقاشنا عنكم. بدر اللحظة الصعبة في جد رصيدك متى تذكرها زين؟ اللحظة الصعبة يا أبو شوق هي وفاة خالتي الله يرحمه ويغفر له. طبعا يوم قالوا لي أن خالتك توفت صدمة، وحتى يعني حتى رحلتي أول مرة إني أروح رحلة يعني سريعة يمكن بساعة وصلت حائل من القرية للمطار للطيارة الحائل. مشيت من هنا 9:30 وصلت حائل الساعة 11. هذه هي اللحظة الصعبة. لحظة الصعبة. سلطان أصعب لحظة. والله ما في لحظات صعبة الحمد لله في البرنامج. أنا داخل البرنامج هذا متحمل أمور كثير ومؤجل أمور كثير على أساس إني أحاول قد ما أقدر إني أنافس وأطلع بالشكل المطلوب، فما كان ما مرت علي الحمد لله امور صعبه ابدا الحمد لله. الله يحييك. طيب انا ودي ابدا معك سلطان. خذ راحتك. سلطان السهلي إيه؟ اكثر واحد الامانه ايام زد فرصتك لفت انتباهي. اكبرت هذا الرجل يعني كثيرا. انسان يحمل شهادتين ماجستير من بريطانيا. صحيح. انسان لديه تجارب رائعه في رياده الاعمال. صحيح. تمام. انا اقول في نفسي هذا ليش جاي البرنامج؟ هذا جاي طقطق الادمي ختم النجاح كله ما شاء الله تبارك الله. صحيح. وجاي هنا بس ايش يشوف في هذول ايش عندهم. فاكثر واحد حتى انا كنت في البدايه مستني انه حتى ايضا كنت من مشاريعك تقول اطمح ان اكون رجلا من رجالات هذه الدوله في المستقبل. هذا الكلام. نعم. وانت يعني اهل لذلك. سلطان اتمنى ان زد فرصتك الكلام اللي انقال فيها انه ما ضاع. انا سمعت اكثر مره تقول انه انا صار فيها دافي تغيير مش عارف ايش، لكن يا سلطان للأمانة هذاك الكلام ترى كان كبير جدا وأتوقع هو اللي راح يبقى معك بعد البرنامج. صحيح. هذا واحد. كفو. اثنين. سلطان بدأ مع الشباب في مطعم. حلو. هل المطعم بالسهولة دي تبدأ أنت الشباب كذا في جلسة سوالف على الهواء؟ اللي هو الشراكة اللي راح تكون بيننا. أيوه. فرع مدري فين. هي طبعا ما قلت الكلمة هذه لأني قدها. كفو. هذا شيء كفو كطيب. الشيء الثاني هذه شغلتي وهوايتي لي 7 سنين وأنا هذه شغلتي التجارة والبزنس يعني. فموضوع أني أنا لأني والله أحب الجميع متسابقين، لكن أبو حصة ومحمد
انا عارف ظروفهم اكثر لاني داخل معهم اكثر، فحابب انه يكون بيننا ايش ما بيهم يغبون عن ناظري ابد، ابغى يكون بيننا تواصل ما بعد البرنامج اكثر وشيء يربطنا، وفي نفس الوقت الفائده الماديه للجميع. هذا الرجال اللي بيستفيد، الرجال ما موظف، محمد فصل من وظيفته، انا برضو يعني ماني موظف فاشتغلت، فالشيء جميل انك تكون عمل يضر على نفسك يضر على اخوياك اللي تعزهم وتغليهم في سبيل انك يعني تاسس لهم دخل ثابت على البرنامج. احسن ترى عقد الشراكه اكتب لكم يعني شباب ابشر بس حرات ولا استقل الشغل لازم طبعا. ابو حصه سم انا كثير على نفس الفكره اللي كان يقولها سلطان ومنصور سلطان، كنت نظرها فيك، انا كنت اتابعك طول حياتك واذكر زد ثقتك اللي كانت بيني وبينك، تذكرها؟ اذكرها طبعا. وكنت متوقع اني بلقى في البرنامج كل يوم كل يومين زي ما ابن عمره كل يوم يكتب قصيده، اتوقع ابو حصه كل يوم بيقص قصه من القصص اللي من التراث الثقيله هذه اللي كل يوم نسمعه ونعيد القصه من جمالها. شفتها غابت وظهر اكثر شيء الشخصيه الاخرى اللي هي شخصيه الريالتي. ليش؟ هو مو قصة ليش يا هاني، أنا أقول يعني بالعكس أنا دائما أقص قصص. أنت أصلا لو تقول قصة كل يوم 86 قصة ألفت كتاب، أنا ما عندي المخزون الكبير عشان يقول كل يوم قصة. يمكن بعض الناس فهمت غلط أني يعني خلاص أنا راوية وعندي قصص كثرة تراب، لا مو صحيح. أنا عندي حتى يمكن بزد فرصة قلت عندي بعض القصص اللي أتمنى أن الناس تستفيد منها، هذا اللي قلت. بعدين اكثر من جلسه اني قلت قصص، لكن العتب على فريق اليوتيوب انه ما قصوا المقاطع. صح. يعني يوم اطلع الحائل انا رجعت لليوتيوب لقيت واجد اشياء ما هي موجوده، قصينا من ضمن جلسه كامله، جلسه فلان 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 فلان، وكثير من القصص ترى كانت تضيع في الرياليتي، تضيع بالرياليتي، هذا يقطع هذا يطقطق، واحيانا كل هو واحيانا يمكن يكون الهوى مو عالي، انا ما طيب. ادري الهوى عندي ولا مو طيب. حاتم متابعه تقول حقيقه من الشخصيات الواضحه الصادقه بدر، ايش رايك؟ وبلا شك شوف على رغم الاجحاف اللي اجحف فيه علينا ابو حصه، لكن نماثله بالعدل ونقول ان ابو حصه صراحه من الشخصيات الجميله الرائعه، ليس محاباه له ولا شيء، لكن الحقيقه اللي نقولها من 86 يوم ربما التي كان لا يسمعها، نقول ان ابو حصه ظهر بشخصيه الحائليه الرائعه الجميله، ظهر بعفويه لم يظهر بها كثير من الشباب. صحيح. لم يكن هناك فيه تصنع، اللي على قلبه على لسانه، وهذه الصفه اللي على قلبه على لسانه ورطتها في بعض التصريحات وفي بعض المواقف. ابو حصه من النوع اللي بقلبه على لسانه لكن ليس ببجاحه. اكيد يعني شوف في ناس اللي بقلبه على لسانه لكن مع الاسف بكل صراحه يعني بجيح. لا في نوعيه يا اخي يقولها ويحلوها من لسانه. صح. هو ابو حصه اذا بتقول لي شخصيه بارزه أقول لك اذا تبغى الشخص الشمالي الله عليك. نعم هذا اقول لك ممثل وسيع بطان جدا ولا يزعل، يا ورد احيانا تصير مواقف اقول الانسان يغضب. انا طال عمرك وسيع بطان ما شاء الله. انا يا ابو شوق انا ما جيت لحلبه مصارعه، انا لو جاي لحلبه مصارعه كان كل يوم تباقسنا هنا ولساني طال عمرك لو اذاني، بس في ناس هذا طوله، في ناس غيرك. لكن انا جيت عيش الواقعيه هنا، عندي 26 شخص لازم اني اكون معهم وتداخل معهم. صح. اذا ما تحملت خطا خويي هذا وخطا خويي هذا انا ما عشت معهم. صح. انا اقدر اني اتكلم على هذا واقدر اتكلم على هذا، لكن اذا ما تغضيت عن بعض الامور ما مشيت. اللي فيك مو شيء طبيعي يعني، اللي انت الشخصيه اللي فيك هذه الشخصيه الطبيعيه اللي شفناها البرنامج سابقين كثير ولا سلطان. صح صح. يزعل يغضب كذا لانه رياليتي. ابو حصه انت فعلا في اشياء تحرق الدم وانت تاخذها دليل المقلب اللي سواه فيك في زد فرصتك، المقلب ما مشى، حتى هم تنرفزون ما مشى يا جماعه. مقلب ولا مقلب؟ انا يمكن يحترق من داخل لكن من برا لا عندي عادي. اي تقول ايش بلاكم؟ ايش بلاكم؟ انا بس سؤال، انا منتظر الحين صفقهم ايش بلاكم؟ كل شخص ظهر بموهبه، ما هي الموهبة التي أظهرها أبو حصة طوال فترة 86 يوم؟ هذا سؤال يمي هذا. لا للمركز هي أنت أبو حصة. أنا حسبك تحكي على أبو شوق. لأني ما أدري رقبتك ما بك رقبة ما أدري قلت له. الموهبة التي يعني أنا لا ما برقبة وما يقدر يلف حسب يشوف أبو شوق. لا أنا الحين هو ما وجه النظرات يمي. تحتاج تفكر؟ لا ما يحتاج أفكر. الحين أنا أقول أبو حصة تكلم عن من؟
لا انا حسبك تناقش انت وهاني لانك شوف وانا الف لك ها ايوه يا ابا حصه رقمتك تحرك الحين يا ابا حصه 86 يوم في كثير من الشباب قدموا انفسهم كمواهب في اشياء معينه كمقدم كمنشد ك انت ماذا قدمت نفسك فيه بس انا قدمت نفسي كممثل انا احب التمثيل واكثر من مشهد انا سويته اكثر من فلاش موب انا شاركت معهم صحيح. يمكن فلاش موبك ما زال هو هو العلامه الفارقه في البرنامج يعني يمكن بعض الناس مو فاهم ان فلاش موب فلاش موب اصلا انه ما يقام هنا فلاش موب بالصالات العامه بالمطارات بالاسواق الكبيره هذه هنا فلاش موب انك تلفت انتباه اشخاص ويجتمعون عندك لكن انا هنا من التفت انتباه الفت انتباهه لكن حتى الفلاش موفي طيب الفلاش موفي اللي قدم في الفلاش هنا هذا هو فكره فلاش موفي لكن بعض الناس اخذينه على انه تمثيل طيب انا عندي سؤال لبدر يا هاني فلاش موفي طبعا فعلا فلاش موفي فكره عالميه يسوونها برا في تلقاه في نص المول فجاه 10 سووا حركه التفتوا الناس كلهم لكن يبقون ممثلين في الاخير ممثلين فانت قاعد تعمل الجمهور طيب خلونا نشوف مقطع سلطان السهلي ونرجع بعد مقطع سلطان السهلي نواصل نقاشنا مع الثنائي سلطان وابو حصه الثنائي ها
متحمس لكن لمبه. لا لا هو شوف ترى هو انا اشكر انا والله اشكر هو احنا على الهواء ترى احدرينا على الهواء. طيب وشو وش بنقول احنا؟ يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم نغير الكلام. اي لا هو نفسه نفسه لا وبعدين شوف يضحكون كذا الحين يوم رجعت المياه المجاريه. نعم طبعا عقب اجحاف 86 يوم اكيد بترجع المياه المجاريه لان انت البرنامج صح لازم يكون في تلميع اخر برنامج هذه يعني الشيء المعتاد اللي تعودنا عليه. يتكلمون عن الناس ويانا اصدقائنا وربعنا ناس تنام تنظر وتقوم الليل ملك الرياليتي دائما نتكلم في الموضوع هذا عموما ما لنا شغل بحد لكن الانصاف جميل وانت حلو حلو توجيه. لا 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 والله انا والله شوف اقول شيء اقول شيء اقول شيء انا رجل قد منصف ما بقول لك شيء مثلا حمد بن خير حبيبي وعزه حمد بن خير ومين؟ لا لا هو صرح والله بقول لك شيء بقول لك شيء الملك انا ما تكلمت من وراهم لا بالعكس انا تكلمت قدام محمد صح حمد العمري قلناه موجود عندي. انت اعترفت على كلمة ابن عمرو كان ملك الرياليتي من اللي قالها من الشباب؟ انا ما اقول محمد لا لا انا ما اعرف انا بس ما امدح الا ابو حور ابو شوق ايش قال محمد عمرو؟ اسلم محمد عمرو يوم قال ذاك اصلخه شوي قال ذا في الاخير ما امدح محمد عمرو ذاك مو ذاك نزل راسه قال يا اخي روح كلمه كلام اليوم ايش دخلني انا؟ هو قال كذا هو صادق. طيب واذا قال ابن عمرو وش هو؟ انا اقول انه حتى هو يعني يقول انا معني مثلك مستغرب. لا لا تبغى الصراحه؟ ايه لا والله انا معليش انا ما معني محمد عمرو نجم ما اقول انه مش نجم مبدع اقسم بالله ما في احد محمد بن عمرو نجم لكن انصاف يعني نجم النجوم انا ما اختلف ابو عمرو وابو راشد هو نجم يستاهل الاشاده. انا اتكلم طيب ايش رايك نتكلم عنك؟ روح الوقت. لا دقيقه انا بتكلم عن سؤاله. انا اقول والله اشكر سلطان على اختيار المقطع اختيار جميل جدا رائع. اي مقطع المقطع كل شيء ليش فيه اختيار مو شيت وبشت اختاره. اه سلطان احبك انا سلطان والله اختيارك جميل والله ما اخترت انا سلطان. اجمل لحظه في البرنامج اجمل لحظه في البرنامج والله يا اخوك لحظاتي جميله في البرنامج كثير انا ما عندي اقدر احدد لك لكن انا بحد ذاتي بحد ذات البرنامج اللي موجود فيه انا جمال البرنامج. لا لا لا. طيب لحظاتك كذا تذكر لحظه اعلان الاوسكار اول اوسكار في السفيد اول اوسكار ابو حصه ثاني اوسكار انا اول اوسكار اول اوسكار ثاني اوسكار ابو حصه ابو سلطان طبعا اللي كان يدري عنه من اول. والله ما دريت من العيال جالسين فوق راسي قلت ايش تبون قالوا انتم النجم الاوسكار قلت اوكي سكت انا طاق وشالوني صح نفس المقطع قبل شيء انت اول مره تشوفه. اي والله صح صح صحيح. طيب صادق يعني تقول معي جوال صح انا اخذت جوالي مرتين ثلاث مرات لكن انا عندي شغل عندي فلوس طبعا على طاري الشغل عندي محلات لا طاري من يخليها لا لا فلوس. الشغل فلوس. سلطان عنده سبع محلات تسعة سلطان تسعة ما شاء الله تبارك الله حسيت المحل حق ابو حصه اي ما عشرة بجد وصراحه ما كان لحظه ندمت انك دخلت هنا انت قلت انا ما ودني دخلت في اعلام المرحله الحاليه صح؟ اول شهر ندمت قلت هذا اول شهر ندمت لكن بعد شهرين انت تقصد البرنامج رصيدك يوم دخلت لا مو برنامج رصيدك لا برنامج رصيدك يمكن اول شهر ما فهمت فكرته صراحه داخل على وجهي كذا انا رجل لما ادخل شيء ابي ادخل شيء معين ابدع فيه اصمم اروح لكن اول شهر اختلفت علي امور كثير اخوياي المتسابقين انت دخلت في الاعلام غير الجو. برنامج رصيدك ها دخلت في اعلام غير برنامج رصيدك لا طيب يعني ندمت انك دخلت برنامج رصيدك لا اي انا اقول لك برنامج رصيدك انا كنت اول شهر نادم اذكر هذيك اللحظات كنت جالس مع نفسي كنت ابي انسحب ما قدرت يعني قالوا عقد ومرور مثل اللحظة اللي ارتحت فيها البرنامج تأقلمت الرجال جيت وقلت هو نتكلم عن الصدر الشمالي بعد ما اتفقتوا على المطعم ها؟ بعد ما اتفقتوا على المطعم ارتحت؟ أي لا وين متفقين على قريب اسلم جالس هني هذا كل يوم برا بعد البث قلت يا ابو حصة ما عاد اقدر انا ما انخنق انا لازم اطلع وامشي ما الوضع ماني متأقلم مع الناس ما ادري كيف انا لازم امشي والله اذكر كلمة قال يا رجع عين خير والله العظيم انها بتمر شهرين انت قدم اللي عليك ووسع صدرك وحنا هنا كلنا اخوان وجايين نجتمع كانت بداية العلاقة مع انا وابو حصة وكان محمد مطير موجود قال ايش حياتك معنا باذن الله انك تبي تنجم وتبي تنبسط وتبي يصير لك ناس ومحبين قام يكبر لي صورة كبيرة انا ما كنت شايفها وحصلت هذه الصورة الكبيرة الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد توفيق من ربي سلطان راضي عن تجربتك انا راضي تمام الرضا من الشخص اللي توقع انه كان داعم لك برا البرنامج برا البرنامج والله ما ادري لكن ما انسى وقفت معي وقفه الشاعر محمد بن جلال السهلي بن عمي الله يبيض وجهه وقفه خزام السهلي برضو الدكتور محمد السهلي ناس كثير وقفوا معي من الاعلام برضو الجماهير هي راس المال صدق كل شخص حب سلطان السهلي وقف معه هذا هو الشخص اللي انا اعتبره تحت راسي صراحه ما شاء الله انا برجع لبدر بس اذا بالكم اسئله انا شوف انا انا انا, أنا في بالي عندي كم سؤال سلطان انا كلي لك سلطان
في متسابق كان ودك توجه له نصيحة تقول له لا تشارك في هالنسخة، انت مكانك نسخة جاية. نسخة جاية؟ لا قلت يمكن قلت ابو عمرو. ايوه ابو راشد قلت مو مكانك بداية كقناة. برنا على موهبتك الشعرية انت شاعر مليون. برنامج شعري مليون هو مناسب لك. حتى قلت له بحور. لأن أنا أشوف الناس هذول أوكي الرياليتي عندهم طاغي، لكن أنا أشوف موهبتك في الشعرية أطغى وأكثر. وش مجلسك في قناة بداية؟ أوكي قناة بداية لها جمهور ومحبين، لكن نظامها وشخصيتك يختلف. شعري مليون هو البرنامج الأبرز لك. مع أن بلال جاي من شعري مليون، وبنج خير جاي من شعري مليون، لكن في فرق بين هذا وهذا، هذا قاعد يدور جماهيرية. لكن بعد ما طلع من شعري مليون ممكن ما حصلوا جماهيرية أو شيء من شعري مليون، فالعكس صحيح يعني. طيب لو في متسابق بيدخل برنامج الآن من المجمعة حلو وجاك جلس معك الله، وش بتنصحه؟ بنصحه بقول توكل على الله وبحاول بعد اتوسط له لعيونه يستاهل، ان شاف يا واسطه بكلمه واشوف بقربه. الشيء الثالث بنصحه جميع النصائح اللي انا واجهتها بقول ابرز نصيحه كده. بتقولها الواحد بيشارك برنامج واقع، ها ابرز نصيحه بتقولها له؟ اول شيء بقول خلك مع الجميع محب، خل علاقتك مع الجميع كويسه، يعني خلك صديق الكل. هذا شيء. الشيء الثاني كلام اليوم، ها حتى كلام اليوم لا طبعا بقول لك شيء يا قلبي انت يا جميل، ترى كلام اليوم حلو احنا، بس انا يعني هي 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 اللعبه كذا. كلام اليوم هو يصفق العالم ويصفق الدنيا عادي، واحنا كمتسابقين ناخذ من الشيء الزين. فهمت كلام اليوم من بدري؟ لا متاخر جدا، متاخر كنت متاخر. لا يعني معلش خلنا ملي فاهم. لا 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 ملي فاهم كلام اليوم. لا لا خلنا نتكلم صراحه. لا لا سلطان خلنا نقول ان لا سلطان خلنا نقول ان شيء. سلطان اول ايام انت كنت زعلان زعل شديد على كلام اليوم، خاصة عليك انت ما كنت اطيقك من الاخر. لا شفت ابو شوق ودي امسك هو. بعدين شفت الدعوه وشفت اسلوبك برا البث. انا بيني وبينك اول البرنامج حسيت اني كنت تاخذ المواضيع شخصيه، وانا انسان ما احب احد يغلط او ما احب، انا انسان كذا احترمني احترمك. اشوفك بعد البث انسان مختلف، صارت دعوه مهنيه. الدعوه ايش؟ اعلام. هذا الاعلام وهذه فكره البرنامج وهذا فكره الفقره. بعد شهر صراحه انا اشوف بعد شهر اقول لك بعد شهر البرنامج انفتحت نفسي على كل شيء. انا اذكر اذكرنا جلسنا جلسه مره في عند غرف النوم تقريبا. صحيح جلسنا في الارض صدقت. بين الاسره وقعدنا نتكلم. صح. كان جلسه كبيره، كان في حاتم صدقت. لا وايضا في احيانا تحتاج انك تعطي من نفسك شوي بعد البرنامج عشان تفهم الفكره. صح. ابو حصه انت فهمت الفكره مبكرا صح؟ لانك كان لك تجربه سابقه. فاهم الفكره انا مبكرا طبعا. انا لو في احد بيدخل البرنامج زي رصيدك راح انصح نصيحه واحده انه لا يحبطونه كلام اليوم. الله عليك، هذه نصيحتي له. لان في بعض الايام والله انكم تحبطون، حتى لو اقول انا ما راح اسمع كلامهم غصب اني اتسمع وغصب من داخل اني انحبط. صح، يجينا احباط ما هو طبيعي. طيب ابو حصه تعتقد حتى اني امل من نفسي واقول يمكن اني انا عايش حياتي انا غلط. لا وتعقيب بسيط. طيب هذه فكره على مقطع كنت غازي مطيري ونزلت غازي مطيري. انا اسف غازي مطيري، مع غازي مطيري ترى من المجمع وانا علاقتي معه احبه يعني. فجيت قصقصت مقطع مدري ايش ونشبته مشكله في مشكله. ترى والله ترى احنا ما قصقصنا المقطع، كان مشهور عند الجمهور. لا منتشر في... لا كان منتشر والله يقولون قصقص. لا صدقني هو احنا جبناه من الهاشتاج. نادرا ننتج احنا. لا احنا نادرا ننتج. اجل الجمهور مقصقصه. الجمهور جابوه احنا رفعناه لك، وانا كلمتك على المقطع ده صح ولا لا؟ صح. صحيح. وقلت لك يا سلطان بعرض مقطع عن سالفه غازي وكذا وفكره المقطع كذا. تعال سلطان برر. ما راح ابرر. إيه. انت انا طبعا الفكره عشان الناس تستوعب الفكره. إيه. انا ما عرضت الفكره عشان انزل من قدرك. صحيح. انا عرضت الفكره ان الفكره انتشرت. دائما احنا يا جماعه مقطع غازي الذيابي مع بن عمره، مقطع سلطان مع غازي المطيري. صحيح. انا ما اخترعت المقطع، انتم تعرفون المقطع منتشر. فافضل طريقه لانهاء هذا النقاش ان نطلعه في على الشاشه. صحيح. لما نطلعه على الشاشه زي ما تقول زي ما تفجر البالونه خلاص تهدى. ويجي صاحبه ويبرر. ذيك الايام جاء غازي الذيابي برر، انتهت القصه. سلطان انا كلمته قبل الهواء وقلت سلطان ترى في فكره كذا وكذا وكذا، لازم يكون لك كلمه وحدث. سلطان انت قررت ما تحضر. بررتها في فقرتي مع ممتاز. من الاخر مع من الاخر ما حضرت. طيب ابو حصه انا بسال ابو حصه يا هاني. ابو حصه انا تقديري الشخصي انه ما اخذ حقه في البرنامج، لان ابو حصه رايق والبرنامج ما هو حق رواقان. انت يا ابو حصه كنت تشتكي ان لما تجي تقول سالفه الناس العالم تقاطعك ما تخليك تكمل سالفتك. زبدة الكلام ابو حصه، ترى الناس تستطرب لما تقول. انا جاي في الطريق اليوم اسمع الاذاعه اقول اتمنى اني اسمع يوم ابو حصه ويسولف لي من الراديو. فلا تستهين بهذا الجانب القوي عندك،
واستمر الله يبقى. الله يسعدك، هذه والله العظيم شهادة اعتزبة. طيب أبو حصة، أنت قلت عن ناس تأثروا من كلام اليوم، هذا دليل أن الجميع يسمع كلام اليوم. أنا أتكلم في ناس فادهم كلام اليوم من وجهة نظرك؟ أنا والله شوف، هي نسبة وتناسب على قولتهم، هو في إحباط وفي فائدة، في يمكن فيه بعض الشغلات أنكم تنبهون عنا، تنبهوننا عنا، يمكن حنا غافلين عنا. تقدر تقول الأغلب وين؟ يعني مثلا اليوم انت لا لا هو يقول لا هو يقول وين احنا الاكثر احباط. الاكثر ما يحتاج تسال ولا رفعت يدك اليمين قلت احباط. طب انا اسال الحين. اي اقول ما يحتاج. لا لا مو لا لا يحتاج اسال، انت هذه وجهه نظرك انت اللي لا تشكل واقع والله. هي هذه وجهه نظرك فقط اكثر من التنبيه لبعض. طبعا شوف اسرع، لا لا خلينا نعيد بنعيد. لا ابو حصه يرى ان كلام اليوم يحبط، الراي الشخصي لابو حصه الذي لا يعكس الواقع فقط. هذا هو رايي. كم مره تهاوشتنا وياك؟ تهاوشين صح بين سيوف بين سيوف عطيبه. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا ابو شوك، حضورك رائع جدا في البرنامج اليوم، توجت النجاح بالليله الحمد لله والشكر. يعطيك الفضل الله سبحانه وتعالى. يعطيك العافيه سلطان. الله يعافيك. اليوم الحلقه من جمالها ترى وصلنا 1:05. جميل. عندنا بعد اليوم كنا حاضرين انا واستاذ ناصر ومجموعه من طاقم بدايه جائزه الاعلام الجديد برعايه معالي وزير الاعلام الدكتور عواد بن صالح العواد. هالجائزة تتكلم عن الإعلام الجديد، بنشوف تقرير هالجائزة وبنرجع نعطيكم فكرة أخرى عنها. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. نحن هنا لأخذ لقاءات مع بعض المرشحين لجائزة الإعلام الجديد والتي ترعاها وزارة الثقافة والإعلام. مشكورة. الأستاذ فهد الفهيد، وأنت أحد المؤثرين في السوشيال ميديا وأيضا أحد المرشحين لجائزة الإعلام الجديد، كلمت في هذه المناسبة. أول شيء يبارك حقيقة كل المترشحين هنا، أعتقد فعلا مثل هذه المبادرات الجميلة من وزارة الإعلام تثري واقع المجتمع، تعزز محتوى الإيجابي. اليوم وزارة الإعلام قدمت هذه الجائزة اللي تثبت حقيقة بأن المجتمع السعودي مجتمع متعطش حقيقة هذا المحتوى، وأن هناك أكفاء من أبناء الوطن قادرين على إثراء هذا المحتوى. شكرا لمعالي الوزير الدكتور عواد العواد، شكرا للإخوة في مركز الإعلام الجديد على هذه الخطوة اللي نعتبرها خطوة زي ما قلت تاريخية. ترشيحي من ضمن 300 شخص على مستوى المملكة، هذا يعتبر نجاح كبير لعبد الكريم، سواء أخذت الجائزة الأولى أو صرت أحد المرشحين العشرة أو ما صرت، بالعكس هذا تحفيز لعبد الكريم أنه يستمر إن شاء الله. متواجدين في هالحفل، متفائل من الله سبحانه وتعالى خير، وإن لم أكن من ضمن الفائزين اليوم يكفي أني رشحت، متفائل دائما بأن غدا أجمل إن شاء الله. شكرا هيئة الإذاعة والتلفزيون على إيجاد مثل هالجائزة، وأتوقع أنه سيكون ديدن الإذاعة في المستقبل القريب في إيجاد مثل هالجوائز. شكر خاص لوزير الإعلام عواد العواد الدكتور أنه تبنى مثل هذه الجائزة، لأنه فعلا هي الهدف منها أنه الحث على العمل أو الشيء الإيجابي. ما جيت هنا أني عشان أكون أحد الفائزين في هذه الجائزة، بالعكس أي شخص راح يحصل على الجائزة احنا أول ناس نبارك له. والله أنا سعيد جدا لاحتضان وزارة الثقافة والإعلام لنا في هذه الجائزة اللي خلتنا فعلا نشعر بأنه أصحاب القيمة والمادة والمحتوى هم اللي يفوزون. أول شيء احنا سعداء جدا أن نشوف جائزة مثل هذه تدعم الشباب وتحتويهم. أوجه ألف شكر للأمير محمد بن سلمان لدعم الشباب، وأشكر وزير الثقافة والإعلام لهذه الجائزة، الحمد لله فزنا فيها. جميع الحضور أكثر من 300 شخص مرشح، أعتبرهم كلهم فائزين. جائزة صحيح فزنا فيها، لكن هذا عتب كبير على رقابنا بصراحة، وأتمنى لكم اللي ما فات يثبت وجوده السنة القادمة إن شاء الله، وبالتأكيد حضرة تفجر إن شاء الله. الجميل في الموضوع أن كان ورايا واحد يقول خوية يا أخي ما عمرك قدمت محتوى كويس، كان اليوم طلعوك على المسرح وفزت. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت تغطيتنا لهذا الحفل. مبروك للفائزين العشرة، ألف مبروك أيضا للمرشحين 300 على مستوى المملكة العربية السعودية. أخوكم ناصر الحربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لناصر الحربي ومحمد عبد الله، اليوم كان معنا المصور في الجائزة. ناصر الصور صرت ليها ناقص الظهر يا حبيبي. اللي فازوا اليوم في الجائزة اثنين: خالد فايز المالكي، عبد الرحمن أبو مالح، محمد البكري، لبنى الخميس، لطيفة دليهان، سليمان الصالح،
ريان عادل صاحب هيئة مكافحة الشائعات، سامي الشيباني من سناب الأمني، فيصل عبد الكريم من اللي كان يوعي في وزارة التجارة ويوعي عن الغش التجاري، محمد البكري أظن المشروع كان له علاقة بالجانب الصحي، لبنى الخميس معروفة، واللطيفة الدليهان كانت تتكلم عن موضوع التعليم والمعلمين، فايز المالكي علم عرس نار، عبد الرحمن أبو مالح صاحب قناة ثمانية، ثريان خالد له مشاركات مبتعث وفلوقات مبتعثين، واليوم على المسرح ثريان قال تسمحوا لي بجري اتصال، أبوي في المتوسط كان يقول لي ما منك فايدة، فبدق على أبوي بقول أنا فزت على في جائزة الإعلام الجديد، وكرمني وزير الإعلام، وفعلا أجرى المكالمة، الفائزين كانوا يستحقون، الجائزة كانت نوعية جدا جدا جدا، وكل المجموعة اللي فازوا سيدتين وثمان من الشباب، وأعلن أيضا الوزير اليوم كلمة الوزير نقلناها على قناة بداية، وأعلن الوزير أنه حيكون في جائزة أخرى، جائزة الإعلام الجديد على مستوى الوطن العربي بالتعاون مع أكاديمية الأمير محمد بن سلمان، حيكون هذا إن شاء الله يعني فرصة كبيرة جدا، وفرصة أيضا أنه أبناء المملكة تكرمهم المملكة، المملكة كرمتهم اليوم المملكة، وكرمت مجموعة من المبدعين، وفي 300 شخص كانوا مرشحين، أجريت المقابلات اليوم مع مجموعة من المرشحين قبل الجائزة وبعد الجائزة مع مجموعة من الفائزين. سلطان إيش تعليقك؟ والله يا أبو شو تعليقي؟ إنه اللهم لك الحمد، هذا توفيق من ربي، إنه فعلا دخول الشخص الآن في الوقت الحالي للإعلام جميل جدا، والمستقبل كبير، والله العظيم أنا أحس إنها طفرة إعلامية. إيش تبي تفاحة؟ طفرة إعلامية جميلة جدا. هذا عينك أحد. بسم الله عليك يا اخوي. وراح يحطنا في مسؤوليه كبيره، انه بعد البرنامج انه لازم يعني نكون مفيدين ونكون يعني مؤثرين في البلد، على اساس انه يعني انا اطمح اني اكون من ضمن ضيوف ومن ضمن الجائزه ركزت على اصحاب المحتوى، المحتوى الثري جدا جدا جدا، وكانت لجنه في الجائزه لجنه علميه كان يرأسها الدكتور عبد الله المغلوث ما شاء الله، واللجنة هذه قيمت الجميع، وفعلا كل اللي ظهروا على ستيج الستيج او المسرح العظيم اللي نتمنى انه يعود، مسرح برج التلفزيون ما شاء الله، كانوا كلهم اصحاب محتوى واضح الجميع اتفق عليه. كانت خاتم. هذه الجائزة منصفة لاصحاب الفكر والمحتوى الثري في الإعلام، لا عزاء للفارغين، لا عزاء للي يقدمون يعني الأشياء التي لا يقدمونها هؤلاء اللي فازوا. صراحة كانت هذه الجائزة يعني تشفي غليلنا نحن الذين نبحث عن الفائدة، نبحث عن الجودة، والحمد لله أنه جاء الإنصاف من دولة الإنصاف. جميل. اليوم منصور بعد كانت قناة بداية حاضرة في الحدث، بثينا مباشرة عن القناة الثقافية الحدث وكلمة الوزير، جزء من او كلمه وزير كامله، وجزء من الحفل، جزء من الحفل ايضا كان المصورين موجودين هناك واخذوا لقطات وتقارير من الحدث وواكبت بدايه الحدث. نعم، تشكر قناه بدايه وناصر الحربي وفريق اللي كان معه على هذا الابداع. اذا سمحت لي هاني اني اثني على التجربه الرائعه جدا من الوزاره في احتواء هذه الفئة اللي تقريبا ممكن أول عمل يحتويهم بالطريقة الفنية دي، وكان فيه معايير رائعة مثل ما ذكر حاتم، كان فيه عمق الأثر، كان يتكلمون عن انتشار الأثر، كان يتكلمون عن الإثراء، انتشار الأثر اللي هي الصدى وكذا كان 20% فقط من المعايير، هذا دليل أن نحن أمام جوائز تقدر أهل الإثراء وأهل عمق الأثر، جوائز محكمة. نعم، والمفيدين للمجتمع. أبو حصة، طبعا انا اشكر وزاره الثقافه والاعلام على هالبادره الطيبه، هذا يدل اذا دل على ان انت يا شخص اذا ما قدمت يعني فوائد، ويمكن اغلب اللي دخلوا بالتقييم اغلبهم من زد رصيدك، على ما اعتقد انه هو عبد المجيد الفوزان في مجموعه كبيره، يعني هذا دليل انك انت يا شخص مؤثر، تاثر بالمجتمع، اذا ما كان عندك محتوى تقدمه للناس وش عندك؟ طيب لازم يكون عندك محتوى، لا مانع من الضحك والشيء يعني بالمعقول وله حدود، لا مانع منه، لكن بعد المفروض انك تخلي لك اثر
وتقدم فوائد للناس لأن كثير من الناس يتابعونه. 300 اللي ترشحوا جميعهم فائزين، جميعهم حضروا اليوم على المسرح وحضورهم كان رائع، من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، الجميع كانوا حاضرين اليوم، الجميع كانوا حاضرين اليوم وحضورهم كان رائع جدا، وكم وكون لوحة جميلة جدا في تكاتف المملكة العربية السعودية وفي حضور جميع مشاهيرها. يمكن كانت الرسالة الغير مباشرة من الوزارة لهؤلاء المشاهير، اذهبوا للأثر العميق، مثلوا أوطانكم خير تمثيل. شكرا لوزارة الثقافة والإعلام ممثلة بالوزير، وشكرا للمبدعين من كل أنحاء المملكة ومن كل المشاهير باختلاف أطيافهم واختلاف توجهاتهم، كلنا تحت ظل هذا الوطن العظيم. وشكرا أيضا للنقاد الحصريين حاتم الشهري ومنصور القرني، وشكرا لضيفين الجميلين الرائعين الأنيقين سلطان السهلي وأبو صافي لبن يا أبو شوك، بدر الشمري، وألقاكم غدا إن شاء الله. الله يسعدك.